خاض الحروب والمعارك من أجل نصرة الإسلام، قتل مئة من المشركين مبارزة، وصفه المؤرخون بأنه علامة بارزة في تاريخ الإسلامي لما قدمه من تضحية وإقدام وبسالة. اختاره الفاروق لأن يكون أحد قادة الفتح الإسلامي لمدينة تستر الفارسية. إنه الصحابي الجليل مجزأة بن ثور السدوسي. أصدر الخليفة عمر بن الخطاب أمراً إلى جيش المسلمين بقيادة أبو موسى الأشعري بالتوجه إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر الفارسية. وجاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصطحب معه مجزأة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع. وصدع أبو موسى الأشعري بأمر الخليفة فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزأة بن ثور السدوسي. عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت 18 شهرا لا تستطيع اجتيازه، وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة. وأظهر مجزأة بن ثور رضي الله عنه في هذه الحروب شجاعة نادرة أذهلت العقول، فقد تمكن من قتل 100 فارس مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في نفوس الفرس. وفي آخر معركة تحصن الكفار بالمدينة، وأخذ الفرس يمطرون المسلمين من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبة، وكانوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار. واستمر المسلمون على هذا الحال حتى سقط سهم على المسلمين يحمل رسالة تقول: لقد وثقت بكم معشر المسلمين، إني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة. فكتب أبو موسى أماناً لصاحب السهم وقذفه إليه، فاستوثق الرجل من أمان المسلمين وتسلل إليهم تحت جناح الظلام، وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمره فقال: نحن من سادة القوم، وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وتعدى علينا، فأثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره، وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر، فأعطيني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى طريق الهرمزان. استدعى أبو موسى الأشعري مجزأة بن ثور السدوسي وأسر إليه الأمر طالبا منه أن يعينه برجل من قومه يتصف بالصفات المطلوبة. فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير. فقبل أبو موسى، ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه ولا يفعل أكثر من ذلك. ومضى مجزأة تحت جناح الظلام مع دليله الفارسي، فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة، فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مياهه وهو ماش على قدميه، ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا، حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة، وأراه الفارسي الهرمزان والمكان الذي يتحصن فيه. فلما رأى مجزأة الهرمزان سولت له نفسه أن يقتله في تلك اللحظة، لكن تذكر وصية أبي موسى له بألا يحدث أمرا، فرد نفسه عن هواها وعاد من حيث جاء. أعد أبو موسى 300 من أشجاع جند المسلمين وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزأة بن ثور، وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة، وأمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم، ومضى بهم في آخر الثلث الأول من الليل. وظل مجزأة بن ثور وجنده يصارعون عقبات هذا النفق الخطير، ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلع 220 رجلاً من رجاله، وأبقى له 80. وما إن وطأت أقدام مجزأة وأصحابه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم، ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون.
فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، ودارت معركة ضروس. وفيما كانت المعركة قائمة، أبصر مجزأة بن ثور رضي الله عنه الهرمزان في ساحتها فقصده، وتبارز مجزأة والهرمزان بسيفهما، فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية، فارتد سيف مجزأة وأصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الباسل صارعا على أرض المعركة. وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر، ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا، وانطلق المسلمون إلى المدينة يحملون بشائر النصر للفاروق عمر، ويعزونه باستشهاد الصحابي الفارس مجزأ بن ثور السدوسي رضي الله عنه وأرضاه. انتظرون مع رجل آخر من رجال صدقوا وما حققوه من بطولات لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.